بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كما كتشوفوا كندوزوا الدوره ديال مشروع الميزانيه اولا اللي كنعتبروا حنايا كاغلبيه هو انجاز في حد ذاته، لان ملي كتوصل الميزانيه ديال مدينه طنجه في ظل التحولات العالميه اللي كتعرفها سواء على مستوى الجفاف على مستوى ارتفاع الاسعار كذلك على مستوى العجز في التحصيل عند الرسوم المحوله، هادشي هذا وتوصلوا المليار الدرهم، هذا انجاز مهم كبير. ولكن كما شفنا بعض الاخوان في المعارضه كيضربوا في صدقيه الارقام، هاد صدقيه الارقام احنا خدينا بعين الاعتبار المبالغة، لأن بنينا الميزانية وفق التوجيهات ديال الدورية الوزارية اللي كتقول لك ترشيد النفقات خصك تعمل على مستوى ترشيد النفقات واتباع الأولويات. حنا مشينا بهاد المنهجية على أساس أننا خرجنا بمليار درهم، بهاد مليار درهم عندنا التوقعات اللي هي حقيقية، لأنه حنا اشتغلنا على واحد المسألة مهمة اللي هي توسيع قاعدة الملزمين، اللي اليوم عملنا لجان من أجل التشخيص، دابا اليوم غنخرجوا للأجراء. المداخل ديال العملية عتبنا يعني في السنة المقبلة اللي هي 2023 بناء على المجهودات اللي قمنا بها، هذه هي اللي كانت كتعمل التوقعات. ثانيا إذا اعتبرنا أن نسب التحصيل لا على المستوى الذاتي اللي كتراوح ما بين 70 و 30% كنقص هذا في كيمشي لك واحد البائق للسوق لاصو. كذلك في المحولة كانت نسبة يعني الاستخلاص كانت فقط ما بين 50 و 55، يعني عندك ما بين 40 و 45 غيمشي لك الباقي استخلاصه، بمعدل أنه غتمشي واحد الميزانية الباقي استخلاصه بأربعة ما بين 4 و 5%. هذا 4 و 5% عملنا لا ليست اللي يمكننا أننا نشتغلوا على الباقي استخلاصه اللي يمكن نجلبوا منه واحد عشرات المليار في الذاتي، كذلك نشتغلوا على مستوى المحول، وبالتالي صدقية الأرقام غتكون واضحة جليا خصوصا في المستقبل.